جول. يا لما اقول الغايه لا تبرر الوسيله في ركوب الخيل، كيف تسوي الشيء اهم من مجرد فعله، الوسيله اهم من الغايه. ذكرت الموضوع ده كثير. ثم اجي اقول فوضى اخرى، مقاطع اخرى، ما يهمني الحصان وش سوى، ما يهمني ليش سواه، اهم ما علي رده فعلي له او لما فعله. طب شلون هذا تناقض؟ اما تقول اهم الغايه لا تبرر الوسيله، نعم الغايه لا تبرر الوسيله عندي انا كراكب. يعني ما اجي اقول اهم ما علي اني اهذب بصرف نظر عن كيف، او افتح بصرف نظر عن كيف، او اكع بصرف نظر عن كيف، خاصه الاشياء اللي ممكن تسوى صح ممكن تسوى خطا. في امور ما تسوى الا صح، زي الكاع، رجوع الخلف، مشي الجانبي الى اخره، صعب تسوي خطا اصلا. لكن في امور ممكن تسوي صح ممكن تسوي خطا. فما اجي اقول هدفي الهذب او هدفي الفتح او هدفي القفز، كم الهب ودب اسوي؟ هدفي اني اقفز صح، هدفي اني افتح صح، هدفي اني اهذب صح، وقتها ذلك الغايه لا تبرر الوسيله. هناك هدفي اني اسوي شيء اصلا ما يسوى الا صح، الكاع، رجوع الخلف الى اخره، صعب تسويه ركوبك خاطئ، لابد تركب صح عشان تسويه. فذاك لما اقول ابغى اسويه بشكل اصح بحيث انه وقت الجد حتى استمر اسويه، مو بكع هنا ووقت الجد ينطلق زي طرق الركوب الصحيحه الاخرى، لا اكع هنا وهناك. هنا الغايه لا تبرر الوسيله، كيف اسوي شيء اهم مجرد فعله. ولكن لما اقول الحصان نفسه وش سوى ما يهمني، ليش سواه ما يهمني، قصدي انه من حقه. حصان سوى خطا مدرب خطا من حقه. حصان مدرب زي بطريقتي ما سويت خطا بس سوى شيء معين من حق اختياره، رفع راسه من حقه، قوص من حقه، اليوم حار من حقه، اليوم هادي من حقه. فلما اقول ما يهمني قصدي ما يهمني فعله ورده فعله لانه من حقه يسويها. لكن يهمني انا وش سويت وليش سويته. وش سويت؟ رده فعل لرده فعله. ليش سويتها؟ لانه هو سواها. انا خفيف لانه خفيف، انا ثقيل لانه ثقيل، انا سريع لانه سريع، انا احمق لانه هو احمق. وقتها ذلك. اذا الغايه لا تبرر الوسيله، كيف اسوي الشيء انا اهم من مجرد فعله. هذا ما ينطبق على الحصان نفسه. الحصان كيف اسوي اللي ابغاه عاد. فلما اقول ان الحصان ما يهمني ايش سوى ولا يهمني ليش سواه، اقصد اني لانه سوى شيء معين بصرف النظر عن سببه وليش سواه وكيف سواه بعامل مثل. لما اعامل المثل بيعرف مع الوقت ان اي شيء هو يسويه فيني بسويه فيه، فيختار الصح رغم انا اسوي الصح. صلى الله وبارك. ما في تناقض. كثير من الامور لما اقولها تحس في تناقض، لو دققت وفهمت تطلع لك ما في اي تناقض، لكن فهمك للموضوع خاطئ. هذه شيء وذا شيء. الغايه لا تبرر الوسيله، كيف اسوي الشيء اهم من مجرد فعله انا كراكب. اما الحصان نفسه سوى شيء معين حق له بصرف النظر عن وش. يحق للحصان يفعل ما يشاء متى ما يشاء بعامله بالمثل، ولما اعامله بالمثل يصير مع الوقت يعرف ان اختيار الشيء الصحيح احسن له وامن، لان اللي بيعامله صح لو عمل صح يبدا يختار يسوي الصح بنفسه.